بوابة فيتو كمان قالت أن بدأ عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريبات الجري على الملعب على هامش تمرين الفريق الجماعي. بيأدي عمرو جمال برنامج تأهيلي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية واللي جات له خلال إحدى تدريبات الفريق.